طرح أسئلتهم على الفريق مباشرة. السلام عليكم، أنا إبراهيم قاسم وسأكون معكم خلال التغطية العلمية لعملية دخول مسبار الأمن المداري حول كوكب المريخ، وسننتقل الآن إلى المحطة الأرضية بمنطقة الخوانيج وذلك في مركز محمد راشد للفضاء لنتابع معكم مستجدات وصول مسبار الأمل إلى المريخ وقطعه لآخر 50,000 كيلومتر في هذه المرحلة الصعبة. يكون معنا الآن قائد المهمة المهندس عمران شرف. إلى قائد المهمة نحن نسمعك. إلى الجميع الفرق، على الجميع الاستعداد لبدء عملية دخول المسبار في مداره بعد 20 دقيقة. تبدأ عملية الدخول على الساعة 7:31 مساء من توقيت الإمارات، وتنتهي على الساعة 7:57 مساء. قد يصل التأخير في الاتصال إلى 11 دقيقة. خلال هذه العملية سنقوم بثلاث تقييمات لحالة المسبار. التقييم الأول سيكون على الساعة 7:42 مساء، والتقييم الثاني على الساعة 7:51 والثالث على 8:02 مساء. بعد انتهاء من عملية الدخول سنقوم بتقييم حالة المسبار والتأكد من صحته.